بس جميل وميلاد قالوا لي انه بدهم يفلوا. تفاجأت. بس بلشت الحرب بسوريا كنت شوف كتير شباب من عمري على الاخبار عم بيخاطروا بحياتهم ويفلوا. بس ولا مره كنت بتوقع انه ولاد خالي اللي كنت العب معهم انا وصغير رح يعملوا ذات الخطوه ويرجعوا يبلشوا حياتهم من الصفر. انا ما عاد في شيء يخوفني. ما لو ما عندي شيء افقده. يا أخي أنا حلمي هيك حقي ولا محقي يعني.